البنك المركزي المصري أصدر تعليمات لذوي الهمم بيلزم البنوك إن هم يقدموا خدمات ومنتجات تراعي أصحاب الهمم. البنك المركزي إدى البنوك فترة سنة يجهزوا نفسهم، هيجهزوا 10% من الفروع بحيث ان هم يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وايضا 10% من الماكينات هتراعي ذوي الاحتياجات الخاصه. وشوف الحسابات هتكون بالصوت، الماكينات هتكون بالصوت، هيراعوا ذوي الهمم ذات الاعاقه البصريه والسمعيه. ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن المبادره، وهنلتقي ايضا بمجموعه من ذوي الهمم هيكلمونا عن تجربتهم مع القطاع المصرفي وايه احتياجاتهم من المنتجات والخدمات. ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، وتعالوا نستكمل الحوار. معانا الأستاذ إيهاب عطالله، مسؤول اللجنة الثقافية لذوي الإعاقة بحزب الوفد، هيكلمنا على تجربته في البنوك. أهلا بك يا أستاذ إيهاب. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية كلمنا كده على تجربتك مع القطاع المصرفي. والله التجربة ما كانتش مرضية بالمرة لعدة أسباب، يعني هما بيركزوا إن هما يستثنوك من الطابور أو ما توقفش تقطع وقت، بس كان فيه أسباب تانية حساسة المعاق إن هو لا يوجد اهتمام به في القطاع البنكي. زي إيه؟ تخيل مثلا حضرتك أنا متعلم وحاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ، وأجي أقف أمضي على ورقة في البنك أو مثلا في التمويل العقاري أستلم شقة، تقول لي هات الخدمة. أنا مثلا لما أروح أستلم الشقة بتاعتي من التمويل العقاري في البنك، تخيل حضرتك أنا معايا ليسانس آداب قسم تاريخ ويقول لي خدمة. طب ماشي خدمة، وكمان تجيب حد يضمنك. طب انا دلوقتي كليسانس اداب، ايه الفرق بيني وبين واحد مش متعلم موظف كمان؟ ايه الفرق بين الاعاقه الحركيه والاعاقه العقليه بقى؟ لما انت تطلب مني حد يضمنني، صحيح، فانا اطالب بخصوصيه التعامل المعاق في البنك. الخصوصيه دي زي ايه يعني؟ اولا لازم يبقى في مكتب او موظف مختص فقط باسمه مكتب تعاون ذوي الاعاقه. جميل. ان هو مختص بتعاملاته، عنده بيانات ان انت عندك عميل معاق، عندك كل بياناته. ما تطلبش مني ان انا اجيب حد معايا. افرض ان انا عايز اودع مبلغ سائي او اعمل وديعه سائيه، فانت ازاي تطلب مني حد اكشف قدامه كل معلومات السر؟ يعني لو البنك المركزي اتاح موضوع الختم وموضوع البصمه، ده يكون مريح انك انت تقدر تفتح حساب؟ مريح. مريح. تمام. يعني مش مشكله ان انا اختم او ابصم. جميل. لكن انك تقول لي هات حد معاك، لا، دي شكلها مش كويس. جميل. طيب اتاحت ان انا اديك الارشادات اللي خاصه بالحسابات، تعليمات، الالتزامات، سواء عن طريق الاشاره او عن طريق برايل، هل ده مفيد ذوي الإعاقة؟ طبعا، لان اكتر ناس بتعاني من موضوع التعامل البنكي هو اخواتنا ذوي الإعاقة البصرية، لان البنك بيعملهم كفاقدي الأهلية الصراحة. جميل. ممنوع يعمل اي تعامل غير بمسؤول عنه في الناحية القانونية مع توكيل ويجي معاه، وده برضه زي ما قلنا في الأول بيتنافى مع الحرية الشخصية في الإيداع والسحب. طب أنت أهم المنتجات اللي ممكن تناسبك زي إيه؟ تقترحها مثلا ممكن البنك يلبيها لك؟ زي تمويل العقاري. الشاب المعاق زي أي شاب في مصر بيبحث عن شقة يستقر فيها. فالتسهيل يبقى لازم يبقى في مبادرة للإسكان الاجتماعي للشباب المعاق بالذات، بنترفض زي أي حد، زي أي شاب بيطلب منا الدخل ومستوى الدخل
كل اللي بيوفروا ان هو يبقى مثلا يبدو قاضي للاعاقات. بس هو لازم برضو يعني انت هيعاملك كمعامله شخص هتاخد قرض زي الشخص الطبيعي، لازم ياخد ضمانات بشكل طبيعي، ولازم تكون موظف، ولازم يكون ليك المرتب ثابت عشان يقدر يديك القرض. ايوه طبعا احنا ما اعترضناش على كده. تمام. بس يبقى في مراعاه. طب ما هي المبادره اصلا مراعاه للشباب. فيبقى في مراعاه اكتر لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هو يوفر له المنتجات والخدمات وعمليه الافصاح والشفافيه بحيث يعرف كل المعلومات المتاحه ويقدر يتعامل مع نفسه مع البنك. بالظبط. اروح لوحدي مش هقول لحد انا معايا عشان البنك مش هيفهم. مش هيقدر يفهم. هل تحب توجه رساله معينه للبنك المركزي؟ انا من هنا بحب اوجه رساله مهمه جدا. بقول للبنك المركزي انتوا اطلقتوا العديد من المبادرات الكويسه اللي خدمت زي الاسر المعيله، المشاريع متناهيه الصيغه. لازم يبقى في مبادرة خاصة بذوي الإعاقة. جميل. لازم يبقى في تعليمات صادرة من البنك المركزي لكل البنوك بطريقة التعامل مع ذوي الإعاقة. هو بالفعل البنك المركزي أطلق مبادرة لسه قريبة خالص، تعليمات واضحة لكل البنوك إن هم يخصصوا 10% من الفروع لذوي الإعاقة، أو يخصصوا كمان الماكينات تبقى مخصصة 10% للتعامل مع الإعاقة، إلى جانب استخدام الإشارة واستخدام الصوت في تعريف كل المنتجات سواء على مواقعهم أو داخل الفروع مع ذوي الإعاقة. هل ده كل التعليمات دي بتصب في صالح ذوي الإعاقة؟ طبعا هي مبادرة كويسة جدا. بس هل حضرتك لما بتروح البنك النهاردة بتلاقي هذه المبادرات المشكورة، هل بتلاقيها على أرض الواقع؟ لا طبعا. يعني طالب إن هي تكون موجودة على أرض الواقع. طبعا. صحيح. طبعا هيتقال إيه؟ هيتقال إن البنك المركزي مش هيمشي ورا كل موظف. فبالتالي احنا عايزين مكتب خاص. تمام. مكتب خاص بيبقى معمول عليه علامة المعاق، هو فاضي للشخص المعاق، ويبقى في وسيلة لو المعاق تعرض لأي مضايقات يقدر ان هو يتواصل مع البنك المركزي ويقول له المشكلة، ويبقى في خط ساخن شكوى. انا معاق وحصل لي مضايقة فلان. سواء مع إدارة البنك الأول وبعد كده نصعد لإدارة البنك. لأن إحنا مش ملائكة، يعني إحنا بشر. صحيح. صحيح فعلا الناس معاملتها عامة مع المعاقين يعني اللي بنسمعه زمان كان مأساة. فعلا كل الناس متعاونة مع المعاقين، بس في أشخاص مريضة تستغلوا، خصوصا اللي هي الاعاقات كف البصر. الاعاقة البصرية تستغل وتقول له، ممكن يقول له انا الموظف وتعالى اديني بياناتك وانا مستنيك، وهو غير موظف، شخص مريض نفسيا. صحيح. يعني صحيح. يستغل وياخد منه الخدمة. يعني بمجرد انه خد الخدمة ويقدر يعمل اي حاجة. يبقى من الافضل بقى ان هو يصطحب حد قريبه وهو رايح للفرع على الاقل، وهو يتعامل براحته بعد كده. يعني قريبه ده يدخله جوه الفرع، ده الحل السهل. وهو بقى يتعامل مع الموظف، وقريبه ده يقعد بعيد بقى لو عاوز يحط فلوس بقى مش عاوز حد يعرفه. ما هو ده ممكن قريبه مثلا يبقى بعيد وهو بقى يتعامل. ده الحل السهل. لكن دايما المعاق زي اي فئه بيتطلع للافضل. يتطلع ان هو يصبح مستقل. احنا عندنا دلوقتي، ما احنا عايزين نركز، احنا دلوقتي اللي عنده اعاقه بصريه ازاي يتعامل مع البنك وفي نفس الوقت نضمن ان هو ما يروحش لاي حد بصري. من خلال ان يبقى في اضاءه هيقول له انا الموظف فلاني الفلاني المختص من اداره ذوي الاعاقه. جميل. بالاسم ده يقدر يتاكد من استعلامات البنك ان فعلا الشخص ده موظف مؤتمن ان هو يتعامل مع ذوي الاعاقه. تمام. لكن تقول لي يا صاحب حد هيفضل المشكله اللي بيكرهها المعاق اللي هي التبعيه. جميل. المعاق يرفض التبعيه ويتمرد عليها دائما. احنا دلوقتي بقى عندنا امثله المعاقين كف بصر بيتعلم مختلف في محافظات تانية، بل وفي دول تانية، مش حاجه
عن المشكلة بسيطة زي البنك أقول له لا أنت فاقد الأهلية، وأنا مصمم إنك لما تقول له هات حد يبقى أنت بتعامله على إنه فاقد الأهلية. البنك المركزي أصدر تعليمات مهمة جدا، الهدف منها هو نشر الشمول المالي وعدم التمييز في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وإن كل مواطن يقدر إن هو يحصل على الخدمات بسهولة ويسر، إلى جانب مراعاة أصحاب الهمم سواء كانت إعاقة بصرية أو سمعية من خلال استخدام لغة برايل أو من خلال استخدام البطاقات بتبقى بحروف بارزة، استخدام طريقة برايل، استخدام لغة الإشارة في كل منتجات وخدمات البنك، نشرها داخل الفروع على المواقع على منصات السوشيال ميديا، إلى جانب الإفصاح والشفافية في موضوع البيانات وكشوف الحسابات والنماذج اللي هو بيوقع عليها سواء فتح حساب أو الحصول على قرض أو تمويل من البنوك، ده ممكن يشوفه بلغة الإشارة أو يسمعه عبارة عن رسائل صوتية، إلى جانب كشوف الحسابات اللي أيضا هيتم استخدام لغة الصوت والإشارة بحيث أن ذوي الإعاقة الخاصة يقدروا أن يفهموا. والأهم أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك يخصصوا 10% داخل الفروع لذوي الإعاقة الخاصة، إلى جانب تخصيص 10% من الماكينات لذوي الإعاقة الخاصة. إن شاء الله نتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في القطاع المصرفي، ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.